انا عايز اقول لكم حاجه من مقال الدكتور مصطفى حجازي، و لانه كاتب مقال مهم جدا، مصر تكذب على نفسها. وبعدين انا قريته، وبعدين طبعا تعرفين الدكتور مصطفى مفكر، يعني عنده عمق كده، حاجه حاله خاصه. انا مش هقراها دلوقتي، عنده حاجه كده يعني ربنا فتح عليه، يعني متعلم كويس فبيفكر كويس. هو الواحد يفكر كويس امتى؟ لما يقرا كتير طبعا، ولما يتعلم طبعا، ولما يتروى. عشان كده لك قبل ما تتكلم بس بالراحه، مش كلام الحكايه، مش صرصره وخلاص. لان الكلمه نور، كلمه امانه، الكلمه قول فيها زي ما انت عايز. فانا هقول لكم دوت بعد الفصل، بس عايز اقول لكم ان احنا عندنا قصيده النهارده مهمه جدا للشاعر الكبير جمال بخيت، يعني ادهالنا مخصوص عن سوريا. ما يحدث في سوريا كلكم متابعينه شيء يعني مخيف. مش اللي حصل في سوريا يحصل لنا والكلام ده، لا. روسيا بتودي اسلحه، وفرنسا ضربت، وامريكا بتعمل ايه، وده بيعمل ايه، وده بيعمل كل ده على سوريا. هي سوريا؟ لا. انتوا عارفين ان الكتب كلها بتقول ان احنا امننا القومي بتاع وصل لسوريا، وصل لنا. يعني سوريا دي من الشرايين الاساسيه في المجتمع العربي. وسوريا دي بلد عميقه جدا، عمق التاريخ. يعني انا قرات كثيرا ان حلب هي اقدم مدينه في العالم. هنتكلم عن سوريا في الوقت المناسب. يعني انا اقرا مصطفى حجازي بتقولوا دلوقتي؟ طيب. الكلام دقيق شويه، بس كلام في غايه مش الجمال. هو طبعا من حيث الجمال هو مكتوب ببرع، لكن من حيث العمق ومن حيث الصدق، الكلام اللي كاتبه الدكتور مصطفى من حيث الصدق كلام. يعني تقول الروايه، هو العنوان اسمه مصر تكذب على نفسها. تقول الروايه ان جماعه من البشر استبد بهم فراغ العقل. فاكرين احنا نقول كده يا بابا تعال ابن الهيافه؟ قال له تعال ابني في التافهه وتصدر. بص، ان جماعه من البشر استبد بهم فراغ العقل اكثر من فراغ الوقت، وتقاطرت عليهم نوائب الدهر حتى لم يعودوا قادرين إلا على الجلوس للسمر، ولم يعودوا يحسنون إلا الثرثرة. طال بهم المقام حتى ظنوا أن القعود والضجيج هما منتهى الفعل في الحياة، وحتى أحالوا القعود تدينا، وأحالوا اللغو وطنية. طال بهم المقام أكثر، وبلغ منهم التحلل مبلغه، حتى ثقل عليهم أن يكرروا نكاتهم، أو أن يعيدوا الخوض في بلاوي حياتهم. فما كان منهم إلا أن تفتق ذهنهم البليد عن إبداع أكثر بلادة، وهو أن يرقموا نكاتهم ومشاكلهم. فما عليهم إلا أن يذكروا رقم النكتة فيضحكون، أو رقم المشكلة فيعتدلون في مجالسهم مهتمين واجمين. وتوحشت بلدتهم أكثر فأكثر، حتى صاروا يزايدون على بعضهم البعض. خلي بالك بقى، دكتور مصطفى داخل في العمق. وتوحشت بلدتهم أكثر فأكثر، حتى صاروا يزايدون على بعضهم البعض في درجة الحمية والحرفية في إلقاء الأرقام. وانصرف تغابيهم إلى أن كفروا
وخونوا او كفروا وخونوا بعضهم البعض. بص بقى، وانصرفت غابيهم الى ان كفروا وخونوا بعضهم البعض. هو بيتكلم عن جماعة من البشر، بس انت تحس ان انت احنا منهم ولا ايه؟ يعني تبدو الرواية عبثية، أليس كذلك؟ ده الدكتور مصطفى بيسأل بيجاوب لا أظن، وإلا فما بالكم بنا ونحن نلوك عناوين مشاكلنا بذات الوجوم، وما ندعي إلهاماتنا بذات الحماس على مدار 40 سنة أو يزيد. وما رأيكم ونحن نتحدث عن استنهاض مجتمع ونحن نكرس فيه التوتر وانعدام الثقة والخوف من كل جديد؟ ما رأيكم ونحن نتحدث عن مستقبل لن يكون إلا بالشراكة؟ مفيش شركاء هنشتغل مع بعض، سيد وعبد مش هينفع خلاص. طيب ما رأيكم ونحن نتحدث عن مستقبل لن يكون إلا بالشراكة، ونحن نؤصل لوصاية وعنصرية مؤسسية؟ ما رأيكم ونحن نتلمس قوة الانتماء للوطن تكون درعا للأمن القومي ونحن نغرب، خلي بالك نحن نغرب معنى الوطن باستنزافنا حلم التغيير في النفوس؟ ما رأيكم ونحن نثرثر عن الإبداع علما وفكرا وثقافة ونحن نجفف منابع الإبداع أكثر من تجفيفنا منابع الإرهاب؟ وأنا على فكرة حكاية الإرهاب دي أنا كلمت مع حضراتكم فيها كتير. بعدين مضى في مقال رائع أرجوكم تقروه، تكتبوا طلعوا الدكتور مصطفى حجازي هتعرفوا المقال. عرفناها مصر التي تتحدث عن نفسها، صحيح، ويأبى البعض إلا أن يجعلها مصر التي تكذب على نفسها، ولكن نريدها مصر التي تصنع نفسها. وهذا أمر ليس بالعسير على إرادة الشعوب إذا صدقت وأهلت. وعن إرادة الله إذا استجيبت. بص بقى، صدقت وأهلت. مين الإرهابي اللي مالي الوطن العربي؟ فيهم صحيح 100 ولا 20 ولا 1000 من الغرب، إنما أصلهم مين؟ إحنا. مين الحكام اللي حكمونا واللي لسه بعضهم بيحكمنا وظلموا وكلوا أموال الناس؟ من عندنا إحنا. طب مين الفسدة؟ إحنا. طب مين المرتشين؟ إحنا. طب مين اللي سفلت الأرض وسرق نصها؟ إحنا. مين اللي استولى على الأراضي وعمل؟ إحنا. مين اللي معلمش الناس؟ إحنا. مين اللي خلى الشعب فيه 30% ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا؟ إحنا. مين اللي ما عملش مستشفيات للناس؟ إحنا. مين مين مين؟ إحنا. مين اللي رفعوا له علم فلسطيني امبارح عشان نفرح بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن ما بيعبرناش عشان في فيتو امريكاني؟ احنا. مين اللي بيداعب امريكا ويعمل علاقات مع امريكا؟ احنا. ولا يتحدث عن مصر، فقط هي موجوده في وسطهم كلنا كده على بعض، احنا. مين اللي خلانا في المركز ده في الوضع المتدني ده من العالم؟ احنا. طب ليه بقى؟ عشان ما عندناش فلوس. اصل احنا لو عندنا فلوس كنا عملنا دولة. طب وهي اغنى دولة في العالم هي احسن دولة في العالم؟ لا على فكرة لا. طب احنا لما كنا في الستينات غلابة، ومش بتكلم على عبد الناصر على فكرة خالص، مش بتكلم على السياسة خالص، كمجتمع يعني الناس، كان عندنا حاجة اللي في سده؟ لا. كنا مش لاقيين ناكل؟ ايوه. كانت بيوتنا نظيفة جدا،
كانت شوارعنا نظيفة جدا. يقول لك اصل الناس سادت. ايوه طب ما البلد وسعت، يعني البلد زي دلوقتي. امبارح زمان كنا نروح المانيال ده رايحين يعني نتفسح في الجناين، كانت جاردن سيتي مقلب زباله، كانت مش عارف ايه يعني. كانت قالت لي زوزو، ما زوزو نبيل الله يرحمها ويحسن اليها، قالت لي خدت شقه، وحكايتها لطيفه جدا على فكره. خدت شقه في انا عارف الوقت، خدت شقه في شارع احمد عرابي في اخره، عشان هي كانت متجوزه راجل متجوز، وبعدين مراته عرفت فراحت قالت لها بدل ما تعملي مشاكل تعالي نعيش مع بعض. فخدت جوزها وراحت، وخدت مراته الاولانيه وراحت، خدت شقه 7 اوض عند بحته بعيده، وعاشوا مع بعض. وجوزت ابنها اللي هي كانت جايبها من جوزها الاولاني لابنها لبنت الراجل اللي كان جايبها من مراته الاولانيه. والولد ده استشهد في حرب 73. بص القصه عجيبه. كانت من شارع احمد عرابي بتقول لي والله يا ابني انا كنت بقعد في البلكونه دي اتفرج على الهرم. يا بلد بلد وسعت، بس احنا بقى ايه؟ احنا. فاذا ما كناش احنا هنعمل اللي بيقوله مصطفى حجازي ده، نبقى احنا ايه بقى؟ هو بيقول بنكذب على نفسنا، انا بقول يبقى احنا بناكل نفسنا. بعضكم لبعض عدو. ايوه بس شوف القران جميل، ولكم في الارض مستقر ومتاع لحين. المستقر والمتاع ده بيجي منين بقى؟ مش بس قرار انساني الواحد، لا المستقر والمستودع بيجي من الرسل والمصلحين، والناس تيجي تقول يا جماعه اقعدوا مع بعض واختاروا الحياه اللي تشوفوها مناسبه في ظل الافكار او الرساله الالهيه الكبيره، سواء كنت يهودي مسيحي زي ما تكون، مسلم زي ما تكون. عملنا ام يجي القران يروح خبطك الايه الرائعه لسيدنا الرسول، خذ العفو. ايه العفو ده؟ الفضل اللي عند الناس خده وزعه على الفقراء، وامر بالعرف. يا حلاوه، الله اكبر. طولت انا متاسف، بس يعني محتاجين. شوف امر بالعرف. يوم يجي واحد النهارده يقول لك ايه ابن مش عارف مين زعلان عشان الست قلنا لها ما تخشش بالنقاب، يا مولانا هذا فضل من هذه السيده على عيننا وعلى راسنا. لكننا مجتمع امرنا الله ان ناخذ بالعرف. يا شيخنا، يا سياده الشيخ، يا ابن الشيخ، على فكره والدك شيخ كبير انا بحترمه وبقدره، اراؤه حاجه لكنه هو عالم في الحديث انا لا انكر ده. لكن يا سعاده الشيخ، على رسلكما انها صفيه. ايه يا عم انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتكلموا الناس في ايه؟ ده ابو بكر وعمر مش حد تاني، ده في كل الكتب التراث ماشيين. فلقوا النبي واقف مع واحده والدنيا ضلمه شويه، فاتكسفوا ما يعرفوش مين، فمش قال لهم تعالى على رسلكما انها صفيه. طب لو صفيه لابسه النقاب هيشوفوها ازاي؟ يا عم الحاج ارحمونا في عرض دين النبي، ارحموا الناس، ارحموا الناس، خلي الناس تشوف حياتها بما يرضي الله. يعني مدرسه بتدرسلي ما اعرفهاش، بنت قاعده جنبي في المدرج، طب البنت دي سرقت الكتاب، اقول مين اللي سرقت الكتاب؟ سرقت القلم، مين دي؟ الفضل لك يا اخي ده. والله العظيم انتوا معلوماتكم عن الدين يعني مش عايز اقول ضئيله، ضحله. ضحله. ده انت صايم فضل. يوم يقول لك جالك حد يتغدى معاك افطر. تقوم انت كده تبقى ايه؟ صمت واكتر. انتوا بتتكلموا عن دين؟ يا جمال يا فخيت، دين ابوهم اسمه ايه؟ قصيده رائعه لجمال فخيت، هنبقى نزعل لكم في مره تانية النهارده، بس هو بيتكلم عن سوريا. انا اسف طولت شويه، فاصل ونرجع على طول ان شاء الله.